مسي عليكم بالخير أعزائي المشاهدين. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، وتصل درجات الحرارة حاليا في معظم المناطق البرية ما بين 21 إلى 26 درجة مئوية مع هواء شمالي غربي على المناطق الشمالية وشمالية الغربية من البلاد، لكن الهواء الكوست مستمر على المناطق الساحلية وداخل البحر. متوقع مع نهاية هذا اليوم أنه راح يكون هناك تحول كلي في اتجاه الرياح إلى رياح شمالية غربية، راح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة على معظم المناطق البرية، لكن قد يستمر نشاطها على فترات على المناطق الساحلية وداخل البحر. متوقع أن تصل سرعة الرياح خلال نهار هذا اليوم ما بين 12 إلى 40 كيلومتر في الساعة، وفي فترة المساء قد تصل ما بين 8 إلى 40 كيلومتر في الساعة. استمرار أيضا في عبور السحب المتفرقة على معظم المناطق اللي متوقع أنها راح تبدي تتراجع تدريجيا وراح تكون ملحوظة أكثر خلال يوم الغد. أما بالنسبة لأجواءنا الحالية في مدينة الكويت، أجواء مشمسة مع عبور لبعض السحب المتفرقة، ودرجة الحرارة حاليا تصل إلى 22 درجة مئوية، الرطوبة النسبية 52%، والرؤية الأفقية ممتازة تتجاوز 10 كيلومتر، رياح حاليا شرقية سرعتها 7 كيلومتر في الساعة. أما بالنسبة للأجواء المتوقعة في منتصف هذه الليلة، أجواء راح تكون مائلة للبرودة، ومتوقع تصل درجات الحرارة في معظم المناطق ما بين 13 و 17 درجة مئوية مع استمرار ظهور السحب المتفرقة خاصة على المناطق الساحلية وداخل البحر، وراح يكون هناك تحول في اتجاه الرياح إلى رياح شمالية غربية قد تصل سرعتها ما بين 8 إلى 40 كيلومتر في الساعة، وقد يكون نشاطها ملحوظ أكثر على المناطق الساحلية وكذلك داخل البحر. صباح يوم الغد استمرار في الهواء الشمالي الغربي اللي قد تصل سرعتها ما بين 15 إلى 42 كيلومتر في الساعة، وأجواء راح تكون مائلة للبرودة إلى باردة، وقد تصل درجات الحرارة ما بين 11 إلى 15 درجة مئوية في معظم المناطق البرية وكذلك داخل البحر. استمرار أيضا في ظهور السحب المتفرقة في معظم المناطق في صباح يوم الغد، لكن راح تبدي تتلاشى تدريجيا، وسماء صافية بشكل عام راح تكون ملحوظة خلال نهار يوم الغد، مع استمرار أيضا الهواء شمالي غربي اللي قد تصل سرعتها ما بين 15 إلى 42 كيلومتر في الساعة. أجواء معتدلة وقد تتراوح درجات الحرارة في نهار يوم الغد ما بين 18 و20 درجة مئوية. البحر خلال يوم الغد راح يكون خفيف إلى معتدل الموج، يعلو أحيانا خاصة في فترة النهار، وقد يصل ارتفاع الموج ما بين 2 إلى 6 أقدام. لذلك محبين الأنشطة البحرية نتمنى منكم متابعة سرعة الرياح لارتباطها بارتفاع الأمواج، لكن في مساء يوم الغد ومع تراجع سرعة الرياح الشمالية الغربية متوقع أن ارتفاع الموج قد يصل ما بين 2 إلى 5 أقدام، والتيارات المائية لا زالت في فترات الحمل. المواقيت بإذن الله حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت، موعد أذان الفير الساعة 5:14 دقيقة، شروق الشمس 6:35، وموعد أذان المغرب الساعة 5:29 دقيقة. أما بالنسبة للطقس المتوقع في مدينة الكويت خلال الأيام الخمسة المقبلة، أجواء قد تكون مغبرة على بعض المناطق خاصة الصحراوية والمكشوفة خلال نهار يوم الغد، خاصة مع هبوات الهواء، وقد تصل سرعة الرياح خلال فترة النهار ما بين 15 إلى 42 كيلومتر في الساعة، العظمى 19 والصغرى 15 درجة مئوية. ونلاحظ مع عودة الهواء الشمالي الغربي راح يكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال يوم الغد مقارنة بدرجات الحرارة المسجلة لهذا اليوم. راح يستمر معنا الهواء الشمالي الغربي، لكن راح تتراجع سرعتها بشكل ملحوظ ابتداء من يوم الأحد وإلى يوم الأربعاء بشكل عام، قد تصل ما بين 10 إلى 35 كيلومتر في الساعة. واستمرار أيضا في الأجواء المشمسة مع السماء صافية بشكل عام وخالية من السحب، العظمى المتوقعة قد تصل ما بين 19 إلى 22 درجة مئوية، أما الصغرى المتوقعة تتراوح ما بين 10 درجات إلى 13 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين، إلى هنا تنتهي جولتنا الجوية، وأترككم مع هذه الجولة لدرجات الحرارة في بعض العواصم والمدن حول العالم.